بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نهدي هذه الميداليه الفضيه التاريخيه لكامل الشعب الجزائري اللي وقف معايا من بدايه البطوله حتى نهايتها. كما قلت لي تصريح رئيس الجمهوريه كما هو سماه بالانجاز العالمي، اكيد هو انجاز عالمي وما جاش بالساهل، وعربي وافريقي غير مسبوق. هذا الشيء يشرفنا احنا كجزائريين ويحفزنا باش دائما نكونوا في القمه ان شاء الله. هذه الميداليه اولا بغيت نهديها لكامل الشعب الجزائري، نهديها لهم كامل كل الولايات. الحمد لله ميدالية فضية تاريخية للجزائر، ميدالية غير مسبوقة، أول مرة في تاريخ العرب وإفريقيا. هذا شيء يشرفنا احنا كجزائريين ويحفزنا إن شاء الله باش نكونوا أقوى في بطولات أخرى عالمية وأولمبية إن شاء الله. أكيد إحنا الآن دخلي في إيمانية، راهي نائبة بطلة العالم، لهذا الشيء اللي راح يحفزني باش نكون باش ندي ميدالية ذهبية، خاصة وهي ألعاب البحر الأبيض المتوسط في بلادنا اللي هي الجزائر. نتمنى إن شاء الله نقدم كل ما علي هذا الجزائري، وشكرا. بغيت نشكر رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لنا جميعا نحن الرياضيين بصفة عامة. هذا الشيء يشرفنا ويحفزنا باش دائما نقدموا الافضل ونشرفوا الرايه الوطنيه، والاعلام ان شاء الله ديما طالع.